وابن جرير رحمه الله ينقل إجماع الأمة، لكن الذي يعكر على نقله للإجماع أو على نظره في الإجماع أنه لا يعتد بمخالفة واحد أو اثنين من العلماء، فإذا خالف واحد أو اثنان طرح قولهما ونقل الإجماع، وهذه مسألة خلافية عند علماء الأصول. والصواب أنه لا بد من إجماع الأمة ممن يعتد به في الإجماع معتقدا وعلما في الشريعة، وذلك لأن الإجماع لا يكون إجماعا في صورته الحقيقية إلا باتفاق الكل على حكم واحد.